اهلا بكم مشاهدينا الكرام، احييكم عبر شاشه اتش بي سي وبرنامج المراه والمجتمع وحلقه خاصه عن اهميه الصحه بشكل عام والفئه الشبابيه بصفه خاص. هنتعرف مع بعض عن دور العلاقات الاسريه في دعم ومحافظة على الصحة النفسية للشباب. هنتكلم أيضا عن الموت المفاجئ عند الشباب والطرق الوقاية منها. حفظكم الله جميعا وأطلب في أعماركم. برحب بالدكتور الدكتور عمرو برهام، أخصائي الرعاية المركزة والحالات الحرجة بمستشفى القاهرة الجديدة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، منور البرنامج. الله يخليك دكتور عمرو. عايزين نتكلم عن الفرق بين الصحة النفسية والصحة العامة. لا، هي ما فيش فرق، هي الصحة العامة ده التعريف الأكبر. الصحة النفسية هي جزء من الصحة العامة. الصحة العامة بتشمل الصحة البدنية، الصحة الذهنية، الصحة النفسية. الصحة النفسية هي جزء من الصحة العامة. يعني ما فيش فرق. لا، هي جزء منه. يعني الصحة جزء من الصحة العامة. صحتك فيهم فيها كذا حاجة، نفسيا وبدنيا وذهنيا. هي النفسية دي جزء من الصحة العامة. اوكي. طيب يعني يا دكتور، شفنا في العون الأخير انتشار للموت المفاجئ وخاصة الفئة الشبابية. أيوة. فعايزين نتكلم عن الموت المفاجئ ومن ثم نشوف الأسباب. حاضر. هو أصلا إيه هو الموت المفاجئ أو موت الفجأة؟ إحنا بنقول أي وفاة بيبدأ أعراض ولحد الوفاة مدة ساعة أو أقل، هو ده موت الفجأة. زادت عن كده ما بقاش موت فجأة. بمعنى يبدا المريض يحس باعراض فيحصل الوفاه خلال ساعه او اقل، هو ده موت الفجاه التعريف بتاعه. طيب اسبابه ايه؟ اما جينا شفنا اسبابه صنفناها الاسباب قلبيه واسباب غير قلبيه. ده معنى ايه؟ معناها ان الاسباب القلبيه هي الحاجه الرئيسيه. يبقى اذا موت الفجاه المسؤول عنه بنسبه 70-80% الامراض القلبيه المفاجئه. وفي عندنا حاجة التصنيف الثاني اللي هي حاجة أسباب غير قلبية. أسباب غير قلبية دي هقول لك كام عنوان فيها. الأشهر فيهم الجلطة الرئوية، الهبوط السكر المفاجئ للناس اللي هم بياخدوا إنسولين ما بقاش واكلين، وفي أسباب نفسية. أما الأسباب القلبية بقى عندنا فيها حاجات زي جلطات القلب. أيوة. وعندنا مشاكل كهربة القلب خصوصا على مستوى البطين، وساعات بيبقى على مستوى الاذين في الحالات اللي هي بتبقى يعني الانستيبل، اللي هي دوره دمويه غير مستقره. أيوة. تمام. دي الاسباب من بره كده خلاص. وممكن نبقى نتكلم في الاسباب النفسيه اللي احنا هنقول عليها اسباب نفسيه تؤدي الى موت الفجأة. ايوه، الاسباب النفسيه. أيوة. اتكلم عنها دلوقتي. احنا يعني هحكي لك قصة ظريفة كده في الأول. اتفضل. القصة ديت قصتها عبارة عن إيه؟ كان عندنا ورم سرطاني في الغدة الكظرية، لقوا إن هو ليه تأثير على أمراض القلب، يعمل أمراض قلب تؤدي إلى الوفاة. فما جم شافوا المرض دوت، المرض ده كان بيفرز الهرمونات اللي هي بتاعة التوتر وبتاعة لما واحد بيبقى في كرونيك ستريس، اللي هو ضغط نفسي مزمن، اللي هو واحد بيبقى عنده مشكله الهرمونات دي بتطلع. هم بقى عرفوا من المرض دوت ان يمكن للهرمونات بتاعه التوتر دي ان هي تسبب مشاكل قلبيه من المرض ده. فقالوا خلاص، ما هو اصلا الهرمونات دي ممكن تطلع من غير المرض. اما واحد بيبقى في لحظات زعل او في مشاكل كبيره او بيفكر كتير في حاجات بتشغله، بتبدا بقى مواد كيميائيه او هرمونات زي اللي اسمها الكاتيكولامينز، اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين، بتطلع من الجسم، بتعلي حاله التوتر والتحفز عندك. بيبدا يحصل مشكله في القلب عن طريق ان احنا الشرايين بتاعه القلب بتضيق. اما الشرايين بتضيق بتعمل حمل على القلب جدا، بتسبب ساعتها الاحتقان القلبي وفشل عضلة القلب. حتى بيسموها تاكوتسوبو كارديوميوباسي، اللي هو باليابانية كان وصفوها بمعنى الأخطبوط، مصيدة الأخطبوط. لما جم صوروا القلب في المرض ده، المرض ده عبارة عن واحد بيتعب نفسيا، بيحصل له موت مفاجئ أو بيحصل له مشاكل في القلب تؤدي إلى الموت. تمام. وخلي بالك برضو، مش لازم احنا نقول نفسيا
واحد عنده مشكله، لا ممكن واحد ما بينامش كويس. ايوه يعني قله النوم يعني ممكن تؤدي برضه للموت. واحد بياخد منبهات كتير، يقول لك بيشرب قهوه كتير وسجاير، كل شويه قهوه وسجاير قهوه وسجاير، اللي هو في ناس بتشرب مدمنه قهوه. تمام، المنبهات الكتير دي بتزود ضربات القلب فتؤدي الى اللي هي الامراض بتاعه تسارع ضربات القلب، وهي دي من اسباب الموت المفاجئ برضه. طيب يا دكتور، شفنا في العون الاخير يعني الفئه الشبابيه بصفه خاصه الفنانين والرياضيين، يعني الموت المفاجئ يعني بقت ظاهره منتشره بطريقه يعني غير طبيعيه. عايزين نتكلم عن الحته دي ونقدر نقدم رساله للمجتمع. هو عشان الرساله هنا، انت قلت يا دكتور اسباب اللي بتؤدي الى الموت الفجاه دوت، طيب الوقايه منها، الوقايه منها احنا نعمل ايه؟ طب احنا زي ما اتكلمنا قلنا ان 70-80% منها اسباب قلبيه. اذا الاعتناء بالقلب واجب رقم واحد. احنا دايما بنتكلم فيه، بنقول عناصر الحياه، شرب الميه والنوم من 6-8 ساعات يوميا، البعد عن التدخين والمنبهات والكحوليات، واحنا دايما برضو التغذيه السليمه، لان في الاونه الاخيره بدات الابحاث حتى الدراسات اللي بيتكلموا عليها عايزين يثبتوا ان جلطات القلب ومشاكل القلب خاصه بجين الكوليسترول والدهون. فاذا احنا بنتكلم ان بقى سبب رئيسي زياده الكوليسترول والدهون بتؤدي الى امراض شرايين القلب، وبقول لحضرتك ان هم عايزين يثبتوا ان هي السبب الرئيسي كمان دلوقتي. طيب هل ده معناها ان انا عشان ما اكلش دهون؟ لا، هي مش دي المشكله، انت ممكن برضو ما تاكلش دهون ويبقى انت عندك مشكله جينيه في الدهون فتعلى عندك، فانت لازم تتابع بالتحاليل موضوع الكوليسترول والدهون بتاعك. يبقى احنا هنتكلم على اربع حاجات. الاول لو انت عندك ضغط تاخد بالك من ضغطك، لو انت عندك سكر تاخد بالك من السكر، التدخين، السمنه، الكوليسترول والدهون. الأسباب يعني التغذيه السليمه. طبعا التغذيه السليمه، النوم، شرب الميه زي ما احنا اتفقنا. ايوه، والبعد عن المنبهات، البعد عن السهر الكتير او النوم القليل، النوم القليل اكتر بالذات اللي هو ما بيلحقش ياخد وقته كافي 6-8 ساعات في اليوم، دي نقطه مهمه جدا. طيب يا دكتور، يعني بنشوف الحالات زي ما انت اتحدثت عن الحاله النفسيه، يعني بنشوف برضو دور الاسره في المحافظه على الصحه النفسيه للشباب، يعني المفروض يبقى في. طبعا حضرتك يا فندم انت بتشوفي في مشاكل عندنا في المجتمع بتاعنا، خصوصا وانت تابعتي عندنا في الثانويه العامه. أيوة. والضغط اللي بيتحط على الطالب، الضغط اللي بيتحط ان السنه دي بتحدد مستقبله، لازم الاسره ترفع عنه الضغوط دي. بالنسبه للطلبه ان هي مستقبلهم بيحسوا ان هو السنه بتاعت الثانويه العامه دي متوقف عليها حياتهم كلها. فلازم احنا كدورنا في الاسره ان احنا اللي نرفع الضغوط عن الطالب او عن ابننا، بس مش لدرجه ان احنا نسيبه بعيد الاهمال، يعني ما يوصلش الى حد الاهمال، بس برضه ما نضعش عليه ضغوط كبيره. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه ان انا اراقب الصحبه بتاعته. ايوه مهمه جدا الصحبه بتاعته. تخيلي لو ابنك كده صاحبه بيقول له تعال نروح مكتبه نقرا، او صاحب تاني يقول له تعال نروح نقعد على القهوه، هو ده الفرق بين الصاحب والصاحب. ايوه، انت لازم تبقى عينيكي على الصحبه بتاعت الابن. دور الاسره يعني هو الفكره كلها، خلي بالك النشأة على الصح والغلط والحرام والحلال، وعدم زي ما قلت لك عدم وضع الضغوط بشده، ويعرفوا ان المستقبل ده بتاع ربنا وممكن تنجح في اي مجال. هو دوت مفتاح ان الولد نفسه هيطلع سوي نفسيا، ما عندوش اي مشكله. بس طيب يا دكتور، يعني لو هو الشاب نفسه عنده مشكله نفسيه، يعني انت بتدي له رساله او بتوجه له رساله يعني زي ايه مثلا عشان هو يطلع مثلا من الحاله النفسيه اللي هو فيه او التحدي اللي هو بيواجهه؟ بص يا فندم، هو دلوقتي لازم نفرق بين مشكلة نفسية مرض نفسي، يعني لازم نبقى فاهمين هي أبعاد الحاجة النفسية دي إيه. أنا ما أقدرش أدي الرسالة لولد مكتئب، تمام، زي ولد عنده مشكلة صغيرة، الولد دوت أنا هقول له حل المشكلة وانصحه، الناس الأقربين ليه، الناس الكبار يلجأ لهم.
اما اللي عنده مشكله اللي هو عنده حاجه نفسيه اكبر، انا اقصد ان احنا مش عايزين نثبت كلمه مشكله نفسيه ديت بنصيحه بوجه عام. أيوه. هي الفكره كلها اما يبقى عندي مشكله نفسيه، رقم واحد ان انا لازم الجا للناس اللي انا بثق فيهم. الناس اللي انا اللي حبهم غير مشروط زي الاب والام، الاب والام سوري. لازم انا اما الجا لهم، هم دول ظهري واللي هم دول اللي عندهم الخبرات الكفايه هم يقدروا يديني النصيحه. هم بقى لو شافوا او هم لو شايفين ان المشكله اكبر من كده يقدروا ان هم يروحوا عند حد متخصص في الطب النفسي. طب أيوة. طبعا عشان يحلوا المشكله. اما بالنسبه للمشكلات النفسيه بتاعت الشباب، النصيحه اللي انا عايز اقولها لهم هي حاجه واحده بس، اللي هو الرضا. الرضا وما يخشش في حرب في سعيه الى النجاح، ما يخشش في حرب مع نفسه. لازم يبقى عارف ان هو هينجح وهيفشل، هيعدي على منحنيات، ما ينفعش تبقى هي دي الحياه بالنسبه له. لا خالص، العمل هو جزء، النجاح هو جزء من حياته، ما ينفعش يتوقف عنده. الا فقدت كلمه المثابره فقدت معناها. فانا اللي انا انصحه بيه ان هو لازم يبقى فاهم ان دايما حياته دي مش هتفضل ماشيه سموس، مش ماشيه طبيعي كده، لا خالص، هتعدي على لحظات فشل ما ينفعش يقف عندها، لازم يتخطى، يتعلم التخطي. ما ينفعش يبص لحد اقل منه، سوري لحد اعلى منه، يفضل باصص لاقل منه. يكون عنده ثقه في نفسه. طبعا لا، ما انا اقصد ايه؟ حضرتك لو لابسه بلوزه قديمه، لو قاعده وسط ناس لابسين بلوزات مقطعه، هتبقي انت مبسوطه انك انت احسن حد فيهم. أيوة. هي الفكره طول ما احنا بنبص للاعلى مننا نتعب. ايوه صح. لكن بص الاقل مننا صدقيني هيبقى مبسوطين ومرتاحين البال. دي بقى احسن. طيب يا دكتور، في فيديو عايزين نشوفه على الشاشه. ده بعض الاعلاميين والسياسيين والرياضيين. الاصل في هذا الموضوع موت الفجاه. أيوة ده تعقيب حضرتك على طبعا الاصل فيه ان الاسباب غير معروفه، وانما ان احنا بنفسر بعد ما بيحصل، قد يكون كذا وقد يكون كذا وقد يكون كذا. زي ما قلت لحضرتك، اللي احنا بنشوفه دوت دايما، لان احنا بتخصصنا في الرعايه المركزه والحالات الحرجه، احنا بنبقى الحالات دي مش بتعدي علينا الا لو بسرعه، جت بسرعه. تمام. غالبا دايما بنلاقي احنا مشاكل قلبيه، غالبا الحالات دي بتبقى مشاكل قلبيه، خصوصا خفقان القلب وكهربه القلب. عشان كده في نقطه مهمه عايز اقولها لك، الناس اللي هم بيقعد يقول لك يعلو من قيمه العمل زياده عن اللزوم، يقول لك زهقان اشتغل، تعبان اشتغل، إلهي نفسك. أيوة في الشغل. ايوه، بتلاقي في ناس بتشجع كده في لا السوشيال لا لا ميديا. لا غلط جدا يا فندم. ايوه، ما انا قريت البوستات دي، غلط جدا. الصحه النعمه الوحيده التي لا يمكن تعويضها. حضرتك احنا انا لو افتقرت النهارده بصحتي هنزل اشتغل اجيب فلوس. ده السياسيين اللي طبعا انا بقول شفت الحاجات دي قبل كده. وزي ما بقول لحضرتك، هو طبعا احنا ما بنيجي نقول الوقايه، ما بنقولش الوقايه من الموت، الموت ده حاجه حقيقه، بنقول الوقايه من اسباب الموت المفاجئ. ايوه اللي ربنا ادانا العلم ان احنا فسرناها. الاهتمام، خلي بالك، الكشف المبكر برضو، وان احنا نعمل تحاليلنا، وان احنا اما نحس بشكوى نهتم بيها ما نهملهاش. ده في الاستوديو الامين. طيب يا دكتور، يعني بالنسبه للرياضه، يعني تعقيب حضرتك، يعني الرياضه من العوامل المهمه للصحه النفسيه والجسديه. طبعا بتطلع مواد بتسبب السعاده، الرياضه طبعا ده لازم. ده انا ما اعرفش ازاي ما قلت ما جبتش سيرتها. يعني طبعا الرياضه مهمه جدا. ده انا حتى المرضى بتوعنا بنيجي نقول لهم انت مش قادر تلعب رياضه، اتمشى نص ساعه في اليوم. انا بعمل كده دلوقتي. بتتمشى نص ساعه في اليوم؟ 30 دقيقه كل يوم واكتر كمان. لا لا، كويس جدا. ما انا بقول لحضرتك احنا بنقول يعني الحد الحلو مثلا ان هم 30 دقيقه في اليوم لمده 5 ايام في الاسبوع، يعني ممكن تفوتي يومين من غير رياضه. تمام. طبعا الرياضه دي، طب انا عايز اقول لك معلش، في الرياضه
وشرب الميه ورياضات التامل اللي هي اليوجا والحاجات بتاعت المديتيشن دي مهمه جدا، والاكل الصحي البعيد عن الدهون والدهون المهدرجة. معانا فيديو على الشاشه يا دكتور تعقيب حضرتك. في حاجات بتبقى عيوب خلقيه، ومعلش انا عايز نقطه بقى بالنسبه للانديه. الانديه بتبعت لي عشان نقيم حاله القلب بيطلبوا رسم قلب، انا بقول لهم بالنسبه للانديه اللي عايزه تقيم حالات القلب تطلب موجات صوتيه على القلب مش رسم قلب، عشان يبان فيها العيوب الخلقيه مش رسم القلب. انا أيوة. كل اللي دايما اللي بيجي لي في الروتين يجي لي المطلوب رسم قلب عشان النادي يعتمد الولد الرياضي، الرياضيين بيجوا لي عشان يطمنوا على قلبهم، فانا بقول لهم المفروض ان هم يطلبوا من الرياضيين كلهم في مقتبل عمرهم يعملوا موجات صوتيه على القلب وليس رسم قلب. تمام. واحيانا بتحس يا دكتور انه في بعض من الرياضيين بيتعاطوا المنشطات او طبعا فدي برضو ممكن تكون من الاسباب اللي بتؤدي الى الهرمونات بالذات مش المكملات. يعني ولا البروتينز والامينو، لا احنا بنتكلم على الهرمونات، بياخدوا هرمونات النمو، بياخدوا انسولين، وبياخدوا تستوستيرون. الهرمونات دي اللي هي بتاعت بنى العضلات اللي بتضخم عضله القلب، ما هو ما بتشتغل على عضله القلب برضو. هو عايز يضخم عضلاته الهيكليه بس. هي ليها تاثير على الكاردياك ماسل او العضلات القلبيه. تمام. طبعا. واحنا بنقول لهم اضرارها، بس هم الهوس بتاع التكوين الجسم عندهم رهيب، بياخدوا حاجات هم عارفين ضررها، ضررها وضررها واضح جدا وهم عارفين، بس هم مكملين في الطريق دوت. بس انا بقول لهم دايما انت بتجري في طريق قصير وبعد ما بيخلص بتلاقي انك انت صحتك باظت. انت بتجري في طريق، انت هتبقى شاب وبادي بيلدر وجسمك حلو وكل حاجه، طب وبعد كده؟ وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ طبعا كل دوت هيبقى ليه اثار جانبيه كبيره. أيوة جدا. أيوة. بتعمل طبعا. احنا في برضه موت فجاه حصل، وانا كنت لسه قايل لك هبوط السكر المفاجئ. واحد في الجيم بياخد الانسولين، هرمون الانسولين اللي هو بتاع مرض السكر. بس أيوة. هو بياخد قصاده بقى، هو ما عندوش سكر، فبياخد قصاده حاجه مسكره، فيستفيد بالبنى بتاع الانسولين. الانسولين بيبني يعني العضلات. هو بياخده وما عندوش سكر اصلا؟ لا، هو بياخد ده قصاد ده، وبياخد سكر قصاده عشان سكره ما يهبطش. في الوقت ده هو جاله تليفونه ما لحقش ياخد المسكر، هو توفى في الحال، ما لحقش ياخد، حتى العنب وقف في بقه ما قدرش. فطبعا انا هرمونات النمو وهرمون الانسولين وهرمون التستوستيرون انا بقول لكم غلط. كل الحاجات اللي هي بتاعت اي حاجه هرمونيه كلها غلط. طيب بالنسبه للفئات كبار السن والمعاقين، يعني ممكن تلاقي حد يبقى معاق وفي مشكله يعني لانه هو مش بيتحرك، وكبار السن برضه ما يقدروش يلعبوا رياضه، بتنصح بايه مثلا؟ بص يا فندم، بالنسبه للمعاقين انت عارفه ان في اعاقات ذهنيه واعاقات في المخ. الاعاقات، في اعاقات مرضيه، لكن في اعاقه مثلا زي الكفيف او اللي ما بيسمعش او كذا او كذا، دي ما بتبقاش خلاص، ما في مشاكل صحيه، خلاص هي المشكله دي وحصلت وانتهى الموضوع. لكن في اعاقات، تمام، بتؤدي الى امراض بعد كده. في اعاقات ان هو بيتولد بعيوب خلقيه معينه ويفضل معانا، زي الاولاد اللي هم الداون، زي في حاجات كتير، السي بي اللي هو ضمور المخ والحاجات، الامراض دي دي بتبقى بنقعد فتره كده لحد سن معين، لانهم مش كلهم بيكملوا في يعني سن الثلاثينات. بيجي لهم مشاكل صحيه، بتقابلهم مشاكل صحيه كتير. فهنا الاعاقات مختلفه. في اعاقات ليها تاثير بنسميه احنا اللي هو يخليه مريض او يرقد، يعني احنا بنسميها كده، مش عارف بس الترجمه بتاعتها، ان هو يخليه رقيد او مريض طول عمره. وفي اعاقات لا، بيلعبوا رياضه وما شاء الله، يعني بيجيبوا لنا ميداليات برا اولمبيه وحاجه جميله جدا جميلة. يعني بالنسبه لكبار السن احنا، بص اقول لك حاجه، انت عارفه مشكله السمنه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها دي، بتوصلنا قبل ما نوصل لمرحله كبار السن وهم عندهم خشونه، ما اعرفش اخليهم يلعبوا رياضه اصلا. يعني هم يجوا لي خشونه والغضاريف طبعا من الوزن الثقيل، يعني هو من الوزن خلاص ما بقتش انا عارف ان انا اخليهم يلعبوا رياضه. فبتبقى مشكله ان هو انت عايز تخسسهم
في وقت الحرق بتاعهم بيبقى خلاص قل كتير. أيوة. عن مرحله الشباب، مرحله الشباب بيحرق بسرعه. فهي الفكره كلها، عشان كده دايما بقول لك ما تسيبش الوزن يسرقك. الوزن لو سرقك في مرحله الثلاثينات ده مش هتبقى مشكله كبيره ساعتها لما بتكبر، تتحكم فيه. طبعا طبعا الخسان بيبقى اصعب جدا. فاحنا بنعمل ايه معاهم؟ على قد ما نقدر اللي هو مجهود، ما نخلوهمش يرقدوا في السرير، نتحرك في الشقه ونروح ونيجي ونوطي ونقوم ونعمل، فاهم اقصد ايه؟ ما يبقاش حياتهم راقده او راكده. طيب عايزين رساله اخيره يا دكتور للمشاهدين، والناس طبعا بيشاهدونا الان والحلقه شيق جدا، فعايزين رساله من حضرتك، نصيحه يعني لكله بالنسبه للصحه العامه. انا عايز اقول لهم خصص وقت لترفيهك، خصص وقت لنفسيتك، خصص وقت لعملك، اكلك ما يبقاش دايما ملخبط. يعني انت لو لخبطت مره اوكي، دايما نظامك الغذائي دايما متوازن، شرب ميه كتير، نوم كويس من 6 ل 8 ساعات، البعد دايما عن اي حاجه بكثره، اي حاجه انا ما حددتش، اي حاجه بكثره وحشه. هتشرب قهوه خلاص خليها فنجان في اليوم، هتشرب شاي كوبايه في اليوم، السكر بتاعك مش كتير، ملحك مش كتير، رياضه نص ساعه في اليوم مشي على الاقل. وبرضه شو يعني 3 لتر ميه في اليوم ده حلو جدا. 3 لتر. 3 لتر انا ما بشربش ميه. ما حدش بيشرب بالكميه دي. انتوا بتشربوا بيبسي اعتقد؟ انا ما بشربش ميه اصلا. مشكله كبيره، مشكله كبيره. بتنصحني بايه؟ تشربي ميه. طيب دكتور شكرا كثير، يعني اللقاء شيق، بس حابين نتكلم اكثر واكثر عشان يعني احنا المجتمعات عندنا يعني الفئه الشبابيه بصفه خاصه محتاج لتثقيف ولتوعيه، عشان بنشوف دلوقتي يعني الشباب مش سكتهم حاجه تانية خالص. طيب هو انتوا عندكم دور واحنا عندنا دور، انتوا كاعلام في التوعيه، انتوا اصلا هو ده دوركم التوعيه، لكن للاسف للأسف يعني، ودي رسالة برسلها لبعض الإعلام، يعني معلش أنا عايز أتكلم في نقطة بسرعة كده، ما استفزتني جدا قبل ما أجي النهاردة. إن أنا فوجئت باستضافة أحد الشخصيات اللي عليهم مشاكل أخلاقية، أما معلش أما الشخصيات دي تتحط على المنابر الإعلامية، إيه هي الرسالة بقى للإعلام هنا إدها لبناتنا؟ اما الناس دي تتصدر المشاهد، اما يبقى الاعلام بيجري ورا الترند ايا كان المحتوى هو ايه. الحاجات دي لازم انتوا نفسكم بقى ان نوعيكم عشان تبداوا توعوا الناس. معلش طبعا انا مش بتكلم عليكم انتوا، يعني بتكلم على النوع. أيوة ده على النوع بصفة من الاعلام. النوع ده من الاعلام هو اللي المفروض يعني نخرجه من اعلامنا. طيب بالنسبه للتثقيف، انا ندائي بقى لوزارة الشباب أو أيا كان الوزارات المسؤولة عن مراكز الشباب. مراكز الشباب دي كانت بتقوم بأدوار جميلة جدا. المكتبات كان في عندنا مكتبات، حاجات مكتبات الطفل ومهرجانات القراءة للجميع، وكان معرض الكتاب بتاع المصري دوت كان من أعظم معارض الكتاب. فلازم الموضوع المكتبات والقراءة ده ومراكز الشباب، خصوصا ان الطبقه الاغلب الطبقه الفقيره محتاجه ترجع تاني. طبعا الاهتمام بمراكز الشباب، هي دي المنفذ الرياضي والمنفذ الثقافي بالنسبه لهم. تسلم كثير يا دكتور، بجد الرساله جميل واللقاء شيق، وان شاء الله تنورنا في حلقات اخرى باذن الله تعالى. والى هنا نكون وصلنا لختام حلقتنا، انتظرونا الاسبوع المقبل موضوع جديد وضيف جديد للقاء.